السلام عليكم طلاب، اليوم موضوعنا الفكتورز المتجهات. شنو أي كمية فيزيائية موجودة عندنا بالطبيعة إلها مقدارين، يا إما مقدار نسميه سكيلر معناته قيمة أو فكتور اللي هو المتجه. زين شنو أقصد بالسكيلر والفكتور؟ السكيلر معناته أنا أحتاج فقط كمية بدون اتجاه، اللي مثل من؟ مثل الماس، مثل الويت، مثل التايم، مثل درجة حرارة temperature. هذين كليتين ما يحتاج أنطيهن فقط قيمة عددية بدون ما أقيمهن كمتجه. بينما الفكتورز المتجهات لا، هاي عادة تنقسم إلى magnitude اللي هي نقصد بيها عددية، والدايركشن. والدايركشن يعني الاتجاه، يعني لازم بيها مقدار ولازم بيها اتجاه. أبسط مثالين عندنا هو الأكسلريشن والسرعة. فهسه إحنا نعرف كل كمية فيزيائية يا أما بيها فكتر اللي هي عبارة عن مقدار واتجاه، اللي قلت لكم هي عبارة عن ماجنتيود يعني معناته مقدار واتجاه الدايركشن، أو السكيلر اللي ما نحتاج فقط نريد لها قيمة عددية، اللي مثل من؟ مثل ما عندنا درجة الحرارة، مثل قلنا الوزن، مثل التايم إنه الوقت، ما يحتاج اتجاه إلها. زين هسه احنا هذا الفكتور نقدر نقسمه الى قسمين ايضا، يا اما 2 دايمنشن يا اما 3 دايمنشن. شنو نقصد بال 2 دايمنشن؟ معناته اني فقط بالاكس والواي بلين، يعني عندي فقط واي واكس بلين. بينما 3 دايمنشن معناته اني اكس واي زد، هاي نعرفها. زين شنو هسه نبلش بال كل واحد اول مره بال 2 دايمنشن، وبلش بعدين بال 3 دايمنشن. أبسط رسم للفكتر راح ناخذه ونعرف الزاوية البي بين الاكس والواي، عندنا متجه خلينا نسميه اي، هذا معناته، هذا معناته قيمته. هذا الرمز من أقول إن هذا اي معناته هذا القيمة الماجنتيود اللي هي حاصل. شنو حاصل؟ كل جزء من اي نسوي لها تربيع، يعني من عندي هذا المتجه هذا الرمز مالته عادة شلون يكون؟ يقول لنا اي اي زائدا بي جي اذا 2 دايمنشن، واذا كان 3 دايمنشن نقول عبارة عن سي كي. هسه احنا شغلنا اليوم 2 دايمنشن. هذا المتجه معناته اله قيمة واتجاه بالاكس، واله قيمة واتجاه بالواي. هسه الاكس عاد عرفناها انه نرسم لها اي، والواي نرسم لها جي. الماجنتيود اللي هو هذا الرمز مالتنا، هذا ياخذ فقط المقدار بالاي ونربعها بدون الاي، زائدا مقدار البي ونربعها. عاده هنا يطلع لنا عباره عن رقم، بينما هنا متجه. ليش؟ لانه هذا مرتبط باتجاه اي وجي. الزاويه اللي عن الاي متجه اي عن الاكس بلان عاده نسميها الفا، واللي عن المتجه عن الواي نسميها بيتا، وعن السي عن الزد نسميها جاما. هسه احنا اليوم مو موضوعنا، بس للتاكيد انه احنا بين الواي نسميها بيتا وهنا الفا. عندنا قوانين طبعا، الالفا زائدا البيتا يعني هاي عباره عن زاويه 90، اذا هي عباره عن باي على 2. زين اذا نريد نعرف هسه هاي قيمته العدديه، يعني إذا نريد نكمل هذا المثلث نقدر نطلع من عنده قوانين عن طريق فيثاغورس. نقدر نقول ساين البيتا تساوينا كوساين الألفا، وبالعكس كوساين البيتا تساوينا ساين الألفا. أكو فشي اسمه اليونت فكتر، هذا الوحدة مالت من وحدة المتجه. اليونت فكتر نرمز له بالرمز يو، وعادة إلى قانون هو القيمة المتجه على يمن على الماجنتيود، على يمن على القيمة العددية. يعني هنا نقول اي 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 زائدا بي جي على القيمة العددية اي تربيع زائدا البي تربيع. وإحنا نقدر نقول عن طريق قلنا المثلث كوساين الفا يساوينا الاي على يمن على القيمة العددية، وساين الألفا هو عبارة عن بي جي على اليمن
العفو بس البي على اليمن على الماجنتيود الاي. زين خلي نشوف هسه جمع المتجهات الفكتور اديشن، معناته انه انا عندي فكتورين واريد اجمعهم. هسه اذا انا عندي فكتور اي واحد خلي نقول عليه يساوينا اي واحد اي زائدا بي جي، والفكتور الثاني تكون قيمته عبارة عن اي تو اي زائدا البي تو جي اي واحد. من اريد اجمع الفكتورات او اطرحهم راح اجمع اللي تابعات للاكس الاي واللي تابعات للواي اللي هنا احنا شنو نرمز له الجي. يعني من اريد من عندك الفي 1 زائدا الفي 2 كمتجه راح تجمع لي قيمه اي 1 زائدا اي 2 هاي قيمه اي زائدا بي 1 زائدا بي 2 ك جي. خلينا ناخذ مثال ونشوف شلون نقدر نحل. يقول لك ليت يو تساوي لنا سالب اي زائدا 3 جي، هذا المتجه اليو، وعندنا متجه في عبارة عن 4 اي زائدا 7 جي، يريد من عندنا 2 يو زائدا 3 في، والمطلب الثاني يريد من عندك اليو ناقصا الفي. هذا المطلب الاول وهذا المطلب الثاني. هسه اذا نريد نلاحظ هنا مطينا 2U، يعني مفروض أني هذا اليو السكيل أضربها وين؟ بكل المتجه ماتي. يعني خلينا نبلش بيها. أول شيء أسوي أقول له 2U تساوي لي أضرب 2 بالمتجه مالتي كليته، هنا بالسالب 1 وبيمن وبالثلاثة. إذا الـ 2U شو راح تطلع لنا؟ سالب 2 و 6، هذا كقيمة متجه. إذا أريد أكتبه كمتجه أقول له سالب 2 آي زائدا 6 جي، ونفس الشيء هنا من نريد أن أكتب 3 في شو راح يكون؟ أقول له 3 وأضربها بمن؟ بالمتجه مالت الفي اللي هو عبارة عن 4 و 7، راح يكون عبارة عن 12 وهنا 21. إذا أريد أكتبه كمتجه دايركشن شو أقول؟ 12i زائدا 21 جي. هسا انا ايش اريدن؟ اريدن ال 2u زائدا 3 2u زائدا 3v وتساوي لنا قيمتها المتجه هذا وياه، وهاي قيمة المتجه الثاني. اجمع الاي واجمع الجي على كتر، يعني سالب 2 زائدا 12i زائدا 6 زائدا 21 جي وتساوي لنا هنا تطلع لنا 12 و 2 10 اي زائدا 21 و 6 27 جي. هذا قيمة الدايركشن لهذا المتجه. المطلب الثاني عندنا اليو ناقصا الفي. هنا لازم انتبه اليو اول لو الفي اول، على مود انه انا اذا اليو بالبدايه يعني راح اخذ قيمه اليو انقص من عندها الفي، او بالعكس اذا اسويها بالعكس. هسه شنو عندي؟ قيمه اليو هاويه معناته سالب واحد من اطرحها من ناقص 4 الاي زائدا قيمه الجي هنا 3 ناقصا 7 بالجي، شو راح يساوي لنا؟ سالب واحد سالب أربعة سالب خمسة آي ناقصا أربعة جي. لو كان بالعكس يريد من عندنا الفي ناقصا اليو، أول مرة أبلش بالفي وأطرحها من اليو. خلي ناخذ مثال ثاني. المثال الثاني اللي يريده من عندنا يقولنا اليو تساوي لي ثلاثة آي ناقصا اثنين جي، ومطينا المتجه في تساوي لنا سالب 2 اي زائدا 5 جي، ويريد من عندي فايند الماجنتيود، معناته اما يعطينا اياها او يقول لنا لينكث يعني الطول، يعني شنو اوف ذا فيكتور. يا فيكتور يريد من عندي لليو زائدا الفي، ويريد من عندي
اثنين يو ناقص ثلاثة في. هسا أنا أول شيء إذا أرد أسويها المفروض أطلع الماجنتيود المن أو اللينث، معناته يريد من عندي اللي تحت الجذر كومباوند الأول زائد الكومباوند الثاني. زين خل هسا نشوف شلون نحل. هنا أنا عندي إذا أرد أطلع أني اللينث المن فقط لليو شو راح يساوي لي؟ يساوي لنا 3 تربيع زائدا 2 تربيع. شنو معناته؟ انه اخذ كل عنصر واربعه واخليه تحت الجذر التربيعي. هسه حتى لو اخذ الاشاره بما انه تربيع راح تروح الاشاره. هنا انا عندي 9 زائدا 4 تحت الجذر 13. خلينا ناخذ للفي تساوي لنا وين الفي؟ هنا أنا عندي سالب 2 تربيع زائد 5 تربيع ويساوي لنا هنا 4 و 25 يعني 29 تحت الجذر. هو المطلب ما تجي يريد من عندي اليو زائد الفي، يريد من عندنا هذا الماجنتيود مالته. اول شيء اطلعه كاتجاه وبعدين اول مره اطلعه كمتجه. يساوي لنا قيمه يو 3 زائد 2 هسه هي ناقص 2 معناته اي زائدا سالب 2 و5 تطلع لنا 3 جي. اذا اللينث مالت اليو زائدا الفي القيمه العدديه 1 تربيع زائدا 3 تربيع وتساوي لنا 1 وهنا 9 تحت الجذر 10. هاي كملنا المطلب الاول. المطلب الثاني يريد من عندي 2 يو زائدا ناقصا 3 في. أول شيء مثل المثال اللي قبله أضرب الاثنين، أضرب الاثنين في اليو بعدين أضرب الثلاثة في الفي وأطرح من عدهن. هسا الاثنين من أضربها باليو اللي هي عبارة عن ثلاثة آي ناقصا اثنين جي، وهنا ناقصا ثلاثة في سالب اثنين آي زائدا خمسة جي. راح يكون لي راح أضرب الأول بالثاني راح يصير لي ستة آي ناقصا أربعة جي ناقصا ثلاثة في اثنين في سالب اثنين راح يطلع لي هنا سالب ستة آي زائدا 15 جي. هسا شنو أجمع؟ أجمع هنا نعدي سالب وسالب موجب، يعني راح تطلع لي 12 آي ناقصا نا سالب وهنا أيضا راح يصير سالب 19 جي. هذا حل الأخير لهذا السؤال. زين هذا طلعته كقيمة متجه. إذا أريد أن أطلع كقيمة لينكث مالته راح أربع العنصر الأول زائد 19 تربيع ويساوينا 505 تحت الجذر. لهنا نكون كملنا الجزء الأول من المتجهات ونكمل إن شاء الله على المقاطع الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.